عهد الملك عبد العزيز كانت هناك مقامات أربعة، كانت هناك مقامات أربعة، كان يعني المذاهب الإسلامية كانوا كل صاحب مذهب يصلي لوحده وبإمامه، وعنده وربما تتلاخى الأصوات ويركع هذا بسجود ذلك ويكبر هذا بسجود ذلك. وعندما دخل الملك عبد العزيز عليه رحمة الله وحد الصلاة في المسجد الحرام وأصبح إمام المسجد الحرام إماماً واحداً.